صباح الخير يا متابعين في التحليل الفني الصباحي لشركة وينزل بروكر. إذا ملكو كريم مدير يوم 9 مارس 2023، ونتكلم مع بعض الفيديو بتاعنا عن أسعار الذهب. 3 أسابيع أسعار الذهب خلال طبعا تداولات قبل الأمس، ولكن محاولة للتعافي خلال الأمس وخلال الفترة الصباحية لليوم بعد استيعاب الأسواق لتصريحات جيروم باول، واللي كان طبعا ليها تأثير في انخفاض أسعار الذهب خلال طبعا اليومين الماضيين، ولكن محاولة للتماسك والعودة للأداء الإيجابي بعد رسالة طبعا باول، والتي أكد فيها إن رفع الفايدة هيكون أيضا مربوط ببيانات الوظائف والتضخم القادمة، ولذلك انتظرت الأسواق البيانات المنتظرة خلال الأسبوع الجاي. دي كانت أهم بياناتهم للأخبار، ولذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف شارت توقعاتنا ليه على مدار. زي ما واضح معانا على الشارت، رغم عن طبعا محاولات التماسك الواضحه على اسعار الذهب، ولكن مازال سلبي على مستوى اغلب المؤشرات. اداء سلبي على الاي ام اي، تقاطع متوسط سعر الاسفل، ثبات سعر اسفل النقطة المحوريه عند ال 21، اداء سلبي على الفلات ترند، ولذلك نتوقع مزيد من الانخفاضات، ولكن بشرط كسر ال 11 وراها ال 1799 وراها ال 86. مره ثانيه كسر ال 11 وراها ال 99 وراها ال 86. السيناريو الاخر معاكس بكسر 37 وراها ال 49 واخر نقطه عند ال 61. وبكده اعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهايه الفيديو، واتمنى لكم اكيد متداول امن، وبشكركم على حسن طبيعتكم، والسلام عليكم ورحمه الله.